إذن عن ازدياد ظاهرة النزاعات العشائرية في ظل انفلات السلاح في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانب. شيخ أحمد، مرحبا بكم. طبعا لا يمر يوم تقريبا إلا وتندلع فيه نزاعات عشائرية في مختلف محافظات العراق، إلى ما ترجع شيخ تزايد هذه الظاهرة؟ ما السبب في ذلك؟ أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك شيخ. الحقيقة أن النزاعات العشائرية لم تكن وليدة اليوم، فالمشاكل الحقيقة تقع بين العشائر منذ القدم، لكن بعد عام 2003 أي بعد عام الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق أخذت هذه النزاعات مساحات واسعة من الانتشار، وسبب تصاعدها هو الانفلات الأمني في البلد وحدوث فوضى كبيرة ونشاط الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة والميليشيات المسلحة التي تحمل السلاح المنفلت. في المقابل هناك ضعف في الدولة وفي أجهزتها الأمنية وغياب القانون والإفلات من العقوبة. كل هذه العوامل ساعدت على تصاعد النزاعات العشائرية، حيث أصبحت هناك عدم ثقة بين المواطن والقانون، فلجأت كثير من هذه العشائر في المنطقة إلى تعزيز تسليحها، حيث استغلت هذه العشائر انتماء أبنائها إلى ما يسمى الحشد أو إلى الميليشيات المسلحة التي تمتلك أسلحة كبيرة وقوات مسلحة حديثة. شيخ، أين تقف الدولة من هذه النزاعات؟ يعني على سبيل المثال، لماذا لا توجد حلول اجتماعية أو حتى أمنية حتى تتوقف هذه الظاهرة؟ نعم، حقيقة عندما تضعف الدولة بكل هياكلها القانونية والأمنية والسياسية وتحل محلها دولة الميليشيات الولائية والعصابات الجامية، يصبح السلاح المنفلت هو من يسيطر على الدولة. نعم. ولهذا أصبحت العشائر تسعى لتسليح أبنائها، بل سعت إلى امتلاك كميات كبيرة من أنواع الأسلحة. نعم. الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. فأين تقف الدولة؟ لا تستطيع الدولة عمل أي شيء، لأن أغلب النزاعات العشائرية التي تحدث بين العشائر يتورط بها القوات الأمنية والميليشيات التابعة لأحزاب السلطة، بل إنهم حقيقة هذه الميليشيات وهذه الأجهزة الأمنية التي تتدخل في الصراعات العشائرية، يستخدمون سلاح الدولة لنصرة عشائرهم. هذه وحدة، فالدولة وقوات الأمنية تبقى عاجزة عن عمل أي شيء أمام هذه النزاعات العشائرية لتصدي لهذه الظاهرة الداخلية على الشعب. نعم. الشعب العراقي وعشائره. شيخ، كما تفضلتم، بس اسمح لي الله خير، لا يوجد اي حل لهذه النزاعات العشائريه في ظل لا دوله وسيطره الميليشيات المسلحه، والسبب المهم هو غياب دور شيوخ القبائل الاصلاء، لان هناك شيوخ اوجدتهم الميليشيات المسلحه للتعامل معهم. شيخ، كما تفضلتم، الأوضاع الحالية على أرض الواقع يعني باتت تؤكد أن العشائر أصبحت أقوى من الحكومة، وأن الأجهزة الأمنية عاجزة عن التصدي لنزاعاتها، ولكن يعني من الذي سمح بأن تصل الأمور في العراق إلى هذه الحالة؟ نعم، بالتأكيد من سمح بأن تصل الأمور في العراق إلى هذه الحالة هي الأحزاب السياسية المتسلطة على رقاب العراقيين، والتي ولاءها المطلق إلى إيران، حيث هذه الأحزاب تمتلك ميليشيات مسلحة التي تستخدمها هذه الأحزاب لحسم صراعاتها السياسية. فالأحزاب التي أبعد شيوخ العشائر الوصلاء وجاءت بشيوخ الصدفة الذين لا يمتلكون شيئا من الأعراف والتقاليد والقيم العشائرية النبيلة، هؤلاء الشيوخ امتهنوا فكة المشيخة وكأنها منصب مكتسب يستغل لأغراض الارتزاق، فأخذوا يشجعون أبناء عشائرهم إلى الاستمرار في الدقات العشائرية وفي النزاعات العشائرية المستمرة وفي جميع المدن العراقية وخاصة المناطق الجنوبية، وتدفع بهم إلى الامتثال إلى أبسط الخلافات التي تحدث بين أبناء العشائر. فشيوخ العشائر هم يدفعون أبنائهم إلى 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 حسم الخلاف البسيط بدقات عشائرية وبصراعات ونزاعات عشائرية. شيخ أحمد، المسؤولون الأمنيون يقولون أن العشائر تملك ما يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين، هل هذا السلاح كان موجود قبل عام 2003؟ هذا السلاح المنتشر بين العشائر كان موجود قبل عام 2003؟
اخي العزيز، انا سبق وانا في بدايه حديثي قلت ان النزاعات العشائريه اخذت مساحه واسعه بعد عام 2003. نعم. اذن لا هناك سلاح، لا يوجد هناك قبل 2003 سلاح منفلت على الساحه، ولهذا العشائر لا يمتلكون هذا السلاح الا السلاح المجاز من الدوائر الرسميه. هذه نقطه. تطور قوه العشائر ومخزونها من السلاح بعد الغزو الامريكي للعراق، حيث نعم. اصبح السلاح يباع في الشوارع وبارخص الاثمان. هذه نقطه. النقطه الثانيه، الحقيقه ما يسمى الحرب الاخيره لداعش اسهمت بتخزين السلاح وخاصه عند العشائر في الجنوب والفرات الاوسط بسبب انقراض ابنائهم في الحشد او في الميليشيات. والسبب الرئيسي حقيقه حتى نكون واضحين امام الشعب العراقي، من اسهم بهذه الظاهره هي حكومه المالكي. نعم. التي امتدت اكثر من 8 سنوات، اسهمت بشكل كبير في انتشار السلاح المنفلت لدى العشائر، حيث استخدم هذا السلاح كهبات من اجل استماته العشائر الى المالكي، وخاصه في الانتخابات. هذه نقطه. نعم. فضلا عن انه وزع السلاح على بعض العشائر من اجل شراء الذمم، حيث اصبح ما تملكه العشائر من السلاح يفوق ما تملكه جميع الاجهزه الامنيه وبجميع صنوفها في المناطق التي تشهد الصراعات العشائرية. طيب شيخ، هذه الاسباب. نعم. شيخ، هل يتحمل رؤساء العشائر انتشار السلاح المنفلت بيدي يعني كل قبيله بقبيلتها؟ لماذا يعني لا يتم تسليم السلاح للدوله وتنتهي مشكله النزاعات العشائريه؟ ما زال هناك لا دوله، ومن يحكم العراق الان هم الميليشيات المسلحه الاجراميه، وهناك احزاب متسلطه على رقاب العراقيين. لا يمكن انه ان العشائر تتخلى عن سلاحها. اولا الحجه الكبيره اللي عندهم هو حمايه النفس من هذه الميليشيات وحمايه عوائلهم وعشائرهم، ولهذا تسعى العشائر لتمتلك السلاح لحمايه نفسها فقط، لا تستخدمها لاغراض اخرى للقتل هناك امور اخرى تخص العشائر. فالعشائر الاصلاء شيوخ العشائر عندهم سلاح لكن يستخدموه لحمايه نفسهم فقط. اما ما زال هناك هذه الميليشيات، اذن السلاح يبقى، وعدم استطاعه الدوله لحسم هذا الملف السلاح المنفلت. لا يمكن تسليم السلاح، ما زال الفوضى العارمه موجوده والانفلات الامني موجود والعصابات التي تجول وتصول في البلد موجوده. لا يمكن التخلص من هذا السلاح. من اسطنبول الأمين العام، السلاح ما زالت. شكرا الشيخ أحمد من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لكم.